أنا أقرأ القرآن كل يوم أكثر من جزئين ولا أحفظ القرآن، هل الحفظ فيه أجر أم أكتفي بالقراءة لصعوبة الحفظ؟ كل له أجره، الحفظ له أجره والقراءة لها أجرها، كل له أجره. والحفظ طيب مهم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ، قال أهل العلم هذا في الحفظ، فالإنسان يحفظ أفضل ويقرأ أيضا، هو في حفظه سيقرأ قطعا خاصة في مراجعته وكذا.